خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظات المختلفة. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل. الجو بدأ يبرد صح قوي يعني بشكل كبير، يعني خصوصا منى النهارده لقيتها لابسه جاكيت وهي جايه الصبح، فانا حسيت ان الجو برد فعلا، يعني مش انا لوحدي اللي بردانه. برد بقاله كام يوم. بالظبط كده. خلونا نصبح على حضراتكم ونستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاك وجولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه وتباطؤ في حركه السيارات على الكوبري بسبب زياده الاحمال على الوصله المعلقه حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينه حتى مدينه نصر. شارع رمسيس ايضا بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما هنوصل لغمره وكوبري 15 مايو، والمتجه الى المهندسين برضو عليه كثافات مروريه. لكن بالنسبه لشارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات كمان نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى وسط البلد، وكمان في كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. ولكن بالنسبه للمتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. كمل معاكم جولتنا ونروح محافظه الجيزه. الطريق الدائري بيشهد سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند النزلات لكنها متحركه. بالنسبه لمحور 26 يوليو المتجه الى اكتوبر بيشهد سيوله مروريه، لكن المتجه الى المهندسين ففي كثافات المعتاده ده قبل طلعه الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. اما كوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين تم فتحه بعد انتهاء الاعمال، وكمان شارع الهرم بيشهد كثافات مروريه مع الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. بالنسبة لشارع فيصل كالمعتاد في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومحد ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابة. بالنسبة لمحور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط والأسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وفي كمان كثافات تانية متفاوتة عند الإشارات برضو بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات لكن عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. ونروح معاكم لمحافظه اسوان. هنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله واللي بيشهد سيوله مروريه. على طول الشارع كمان هنلاحظ ان فيه كثافات مروريه بسيطه لحد ما نوصل لمحطه القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مروريه ايضا. في ايضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي، فيه برضو بعض الكثافات المروريه. من جولتنا في احوال المرور في شوارع مصر المختلفه ومحافظات مصر، تعالوا نستعرض معاكم بقى جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون معتدل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. في شبوره مائيه الصبح بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ده على فترات متقطعه. درجه الحراره في القاهره النهارده 22، واعلى درجه حراره هتكون في مرسى علم 26، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 16 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.